مشاكلكم وكنفكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. هو تطلق للشقاق جاء باش يوضع واحد الحد للمعاناة ديال النساء المعنفات، النساء المهضومات في حقوقهن، يعني النساء اللي ما عايشينش حياة كريمة مع الأزواج ديالهم وما كانش بيديهم يديروا شي حاجة. يعني إذا كانت بغات تمشي للمحكمة خصها تثبت، إذا بغات تطلق واش كاين هناك عيب خصها تجيب إثبات ديال العيب، كان هناك عنف خصها تثبت العنف ديال الزوج، كان الهجرة خصها تثبت الهجرة، كان عدم القيام بالواجب خصها تثبت هادشي كله. إذن كانت يصعب عليها مثلا العنف اللي كيجي الزوج يضرب الزوجة ديالو، كيكون سكير عربيد وكيدخل في الليل وكيعطيها قتلة، واش هي ملي كتصبح لغد ليه راسها مضروب وفيه الدم وعينيها منفوخة، واش غتمشي ديك الساعات الناس تقول لهم اجيو شهدوا معايا قبل ما يضربني راجلي، راه غيضربني، راه عندي معاه موعد غادي يضربني، اجيو شهدوا. ما يمكنش تثبت، كتمشي للنيابة العامة دير شكاية شهادة طبية، نعم ولكن شكون اللي ضربك؟ الزوج ديالي. نسمعوا للزوج، ضربتي يا سيدي؟ حاشا حاشا، واش ضربت انا الزوجة؟ هي طاحت بوحدها وكان شي سوء تفاهم وحنا تزيدنا في الكلام فقط، ولكن ما نمدش عليها يديا، فاذا به هو اللي ضربها ولكن ما عندهاش باش تثبت. اذا المسكينه كترجع للدار وكتحني راسها وكتسكت لان ما عندهاش الاثبات، اذا وتبقى سنوات وهي معنفه وسنوات وهي مهلوكه وما عندهاش كيفاش دير تمشي للمحكمه تطلق وتحرر هذا الرجل. هذا جات هاد التطليق للشقاق، هاد الشقاق هو تيمكن له يستعمله الزوج كيف يمكن له تستعمله الزوجه. التطليق للشقاق هو انها الزوجه او الزوج تمشي للمحكمه وكدير الطلب ديالها او الطلب ديالو وتيقول بانه انا والزوج ديالي او لا انا والزوجه ديالي راه ما بقيناش متوافقين متراضيين، ما يمكنلاش نعاشروا بعضياتنا فقط. المحكمه من غير مطالبه باش تبحث، يمكن لا تبحث باش تشوف واش هناك تعسف، ويمكن لا تبحث باش تشوف واش هناك احترام الالتزامات ديال كل من الزوج والزوجه، باش يمكن لها تشوف شنو غادي دير بتعويض على المتعه، واش كاين هناك تعويض، واش هناك ضرر، واش هناك متسبب في الضرر، واش هناك علاقه سببيه ما بين المتسبب بالخطا والتقصير وسوء النيه والسلوك السيء مع الضرر، باش يمكن لها تنتج الاثار ديال هاد سوء النيه وهاد سوء السلوك. ولكن كتمتثل اولا يعني كتلبي الرغبه ديال هذيك الزوجه اللي كدير تطليق للشقاق وكتطلقها في واحد الاجل اقصاه 6 شهور نظريا، اما في الممارسه ملي تيكون الوليدات تيمكن الملف يتعدى 6 شهور، ملي تتكون تعقيدات، ملي كتكون اعاده استدعاء، ملي تيكون هناك تمويه وتضليل من طرف الزوج او لا الزوجه في بعض الاحيان. اذا هذا التطليق للشقاق كتمشي ديرو ما كتثبت حتى شي حاجه، اذا كتحرر هذه السيده من هذاك المشكل اللي كان عندها ديال انها الا كان عنف او كان سبب من الاسباب ديال التطليق تيخصها تجيب الاثبات. في الشقاق ما كتجيبش حتى شي اثبات. وطبعا الحقوق كتبقى مضمونه دكتور معتوق، ما كتنزلش على الحقوق، مضمونه باستثناء التعويض على المتعه لان كتكون هي اللي خدات المبادره، ولكن هذا الموضوع هذا فيه كلام في حديث طويل باش نشوفوا علاش المحكمه كتحرم اليوم الزوجه اللي طلبات خدات المبادره باش طلبت تطلق الشقاق، كتحرمها ما هذا الحق، واش هو المشرع عطاها هذا الحق ونجي انا نحرمها من حق اخر ديال المتعه؟ لا، خص بزاف ديال المعايير باش نشوفها واش نعطيها تعويض على المتعه، بزاف ديال المعايير. الا ما كانتش السيده سيئه النيه، الا ما كانتش متعسفه، الا كانت مظلومه، الا كانت مهضومه الحقوق، الا كان كيسوء التعامل ديالها، الا كان علاش غنحرمها من التعويض على المتعه؟ وهي فقط كتطلب الحريه ديالها، يعني ضحيه. ولكن للاسف الممارسه وضحت ايضا والواقع ان بعض النساء يتعسفن في استعمال هذا الحق وما تيكونش عندهم وعي كامل بشنو هو تطليق للشقاق. يعني كلمه جوج راه بحال تملكت العصمه في يديها ديال التطليق. يعني كلمه جوج تقلقات غتنوض في الصباح غتمشي دير تطليق للشقاق. المشكل هو ان ملي كدير تطليق للشقاق الا ما تنازلاش المحكمه كتستاجب للطلب ديالها، يعني واخا الزوج يقول انا ما مطلقش، انا ما باغيش نطلق، انا كنحماق على مرتي وعندنا وليدات وما بغيتش والله ينعل الشيطان ويرغبها، والو الا ما تنازلاتش المحكمه كتضطر تستجيب للطلب ديال الطالبه للتطليق للشقاق. اذا في بعض الاحيان ومن بعد كتندم، من بعد كتندم عاد تبغي تصحح
الوضعيه ولكن تيكون في بعض الان فات الاوان. اذا هاد تطليق الشقاق خصو تستعمل مزيان جاي يحرر المراه اللي هي ضحيه ولكن يتستعمل في محله برزانه بتحفظ استعمال جيد استعمال سليم استعمال صحيح وبالمشاوره مع الناس الكبار واللي فايتينها في السن واللي كيعرفوها وعندها خبره وكتثق فيهم ويدخلوا وملي تشوف بانه ما كاينش امل هذيك الساعه تكل على الله ودير تطليق الشقاق. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.